السلام عليكم، مرحبا بكم في دروس اللغة التركية. أنا أخوكم التركي أنس، نستمر في دروسنا اللغة التركية. كنا نتحدث عن لواحق التصريف للأفعال، وكنا نشرح لواحق الصياغ. نعم، أخيرا كنا شرحنا الزمن المستقبل، صيغة الزمن المستقبل. اليوم نحن سنتحدث عن صيغة الزمن الواسع، لواحقها ر، ار، 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 اور، ار. نعم، نبدأ الآن درسنا. İsim cümlelerinde geniş zaman, zamanul vasi' fil cümlel ismiye, fil müsbet, olumlu. نعم، نحن كنا شرحنا الجمل الإسمية في الزمن الحاضر، يعني في الحال. أصلا سنرى هنا نفس الشيء، يعني şimdiki zaman ve geniş zaman يصرف بنفس الشكل. يوجد هناك ملاحظة، not. şimdiki zaman ve geniş zamana ait isim cümlelerinde ek fiil ve kipeki hasfedilir. Yani fi zamanil hazır ve fi zamanil vasi' fi cümlel ismiye el fi'lul lahik ve lahikatü sıyga tuhzaf. تقول الملاحظة هذا، يعني معناها نحن سنستعمل لواحق شخصية فقط بعد الأسماء. معناه هذا أصلا. مثلا في الزمن الحاضر نصرف ben terziyim, sen terzisin, o terzi, biz terziyiz, siz terzisiniz, onlar terziler veya onlar terzi. أنا خياط، أنت خياط، هو خياط، نحن خي، نحن نستمر بهذا الشكل. في الزمن الواسع أيضا نرى نفس التصريف، بان ترزيم، سان ترزيسين، أو ترزي، هكذا يستمر. مثلا أيضا كلمة مطلو، مثلا نصرف هذه الكلمة، بان مطلوم، سان مطلوسون، أو مطلو، أنا سعيد، أنت سعيد، هو سعيد، بيز مطلوز، نحن سعداء أظن، سيز مطلوسونوز، أونلار مطلولار. نعم، نرى نفس الشكل، نرى نفس التصريف في الزمن الواسع. نعم، يعني هذا التصريف، يعني بعد الاسم مباشرة لو نستعمل لواحق شخصية، لواحق شخصية، إذا نحن نفهم منها şimdiki zaman، يعني الحال، أو yeni zaman، الزمن الواسع. نعم، نستمر. İsim cümlelerinde geniş zaman olumsuz. في النفي كيف يكون؟ أصلا هذا سهل. نحن نستعمل أداة ديل فقط هذا. انتبهوا، لواحق شخصية تأتي بعد الديل دائما هكذا. أيضا في الحال وفي الزمن الواسع أيضا سنرى نفس الشكل، نفس الأشكال، يعني سنرى نفس التصريف أصلا. بان كزغن ديلم، أنا لستو غاضبا، سان كزغن ديسن، أنت لست غاضبا، أو كزغن ديل، هو ليس غاضبا. يستمر بهذا الشكل. نعم، نرى نفس التصريف في الزمن الواسع. نستمر. Fiil cümlelerinde geniş zaman. Naam.
الزمن الواسع في الجمل الاسميه في المثبت نحن سنرى هذه اللواحق ر ار 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 اير اور اور. نعم، متى نستعمل هذه اللواحق هذه الصياغ؟ سنرى هذا. Fiilin son harfi ünlü bir harf olursa r eki getirilir. لو يكون الحرف الأخير في فعلنا حرف من الأحرف الصوتية إذا نحن نستعمل هذا فقط. نحن نضيف حرفي فقط. يعني لو يكون فعلنا لو يتكون فعلنا من مقطع واحد أو أكثر من مقطع لا يتغير أي شيء. نحن نهتم الحرف الأخير هل هو صوتي أم لا. لو هو صوتي إذا نحن نستعمل دائما صوت ر. مثلا يمك فعل يمك أكل يأكله في الشخص الثالث نحن سنقول في الزمن الواسع ير. لماذا استعملنا ر هنا؟ لأن الحرف الأخير في فعلنا صوتي لأجل ذلك هذا يتكون هذا الفعل من مقطع واحد انتبهوا يار يعني يأكل. بكلمك بكلمك انتظار بكلر ينتظر ينتظر. نعم أضفنا هنا ر أيضا لماذا؟ لأن الحرف الأخير في فعلنا حرف صوتي لذلك فقط. نعم ينتظر. أولر يصطاد إزلر يشاهد أنلر يمنع إستر يريد إرير يذوب. انتبهوا النقطة المشتركة في هذه الأفعال أن يكون حرفها الأخير صوتي. نعم لذلك نحن نضيف صوت ر فقط. نعم فيلين سون هارفي أنسوز بير هارف أولوب يعني لم يكن الحرف الأخير في فعلنا حرف ساكن وفيل تكجدان أولوشورسا وأيضا نحن نستمر لو يتكون فعلنا من مقطع واحد من هجاء واحد إذا ار اكي getirilir. نعم نعم نضيف لاحقة ار هكذا مثلما كان هنا çıkmak خرج يخرج الحرف الأخير ساكن ويتكون هذا الفعل من مقطع واحد إذا نضيف هنا ار çıkar يخرج sorar يسأل. نعم الحرف الأخير أيضا ساكن ويتكون من مقطع واحد لذلك أضفنا ار هنا. لماذا ار ثقيل؟ بحسب ما قبله طبعا ما قبله ثقيل لذلك أضفنا ثقيل. يزار يكتب جرار يدخل. مثلا هنا استعملنا لماذا؟ بحسب ما قبله. نعم جزار يتجول إيشار يشرب. نعم يعني يوجد هناك شرطان أصلا. الشرط الأول أن يكون الحرف ساكن يعني لو يكون الحرف الأخير في فعلنا ساكن. وأيضا شرط آخر لو يتكون فعلنا من مقطع واحد إذا نحن سنستعمل آر آر. لكن انتبهوا يوجد هناك استثناءات في هذه الأفعال. عدد هذه الأفعال قليلة تقريبا عددها
aşar. Mesela fi'lu almak, alır. İntibihu, el harful ahir sakin ve eydan yetekevve min makta vahid lakin nahnu ma istamalna hunaka ar er istamalna hazihi lahika intibihu limada istamalna hakeza lian hazihi lef'al min el istisnaat mesela alır ya'khudu bilir ya'lemu gelir ye'ti görür yara bulur yecidu verir yu'ti durur yakifu sanır yazunnu ölür yamutu olur yekunu nam hakeza fiilin son harfi ünsüz bir harf olup eydan lebikun el harful ahir fi fi'lina harf sakin ve eydan şart ahar fiil birden çok heceden oluşuyorsa لو يتكون فعلنا أكثر من مقطع إذن نحن سنستعمل إر إير أور إر نعم مثلا savaşır savaşmak حارب يحارب هذا الفعل يتكون من مقطعين والحرف الأخير ساكن نرى كما رأينا ليجد ذلك بحسب ما قبله nudifu lahikatana savaşır yani yuharib gecikir yeteahhar el harful ahir sakin ve yetekevan fi'luna min maqta'in izan nahnu senudif hazi lahika taban bihasabi ma qablahu gecikir yeteahhar konuşur yetekellem övünür yeftahir naam. Yani mülahasan levikun el harful ahir savti nudifu re levikun el harful ahir sakin ve yetekevven fi'luna min makta vahid izan nahnu nesta'mil ar er levikun el harful ahir sakin ve yetekevven ويتكون فعلنا لو يتكون فعلنا من مقطعين أو أكثر من مقطع إذا نحن نستعمل أر إر أر إر هكذا فيل cümlelerinde geniş zaman لكن النفي olumsuz نعم في الزمن الواسع النفي senera lahikatan huna mame ev mazmes naam intibihu fi şahsil evvel fil mufrad ve fi şahsil evvel fil cema' senera mame gayraha senera mazmes naam mesela في المثبت بكليرم انتظروا بكليرم في النفي بكلمم لا انتظروا انتبهوا هذا يوجد هناك شيء مختلف نحن في الزمن الواسع هكذا لا نستعمل أي لاحقة للزمن الواسع هنا يعني في النفي لا يستعمل أي لاحقة أين في الزمن لا في الشخص الأول في المفرد وفي الشخص الأول في الجمع يعني نحن نستعمل لاحقة النفي أي ما ما فقط بكلمم لا أنتظر بكلمسن لا تنتظر انتبهوا هذا في التلفظ حرف ز يتشابه إلى س نقول بكلمسن بكلمز لا ينتظر بكلميز لا ننتظر بكلميز بكلمسنز وفيش انتبهوا هنا
دائما نحن سنستعمل حرف حماية في الشخص الأول في الجمع. Beklemezsiniz, la tantazirun. Beklemezler, la yantazirun. Nam. Aleyna en nehtem mame ve mazmez. Eyne müstamel. Nahnu şerahna hada qabla qalil. نعم يوجد هناك أيضا تطبيق مثلا في المثبت وفي النفي كيف فعل يزمك كتب يكتب يزرم اكتب يزمم لا اكتب كما كان هنا أصلا كما كان هنا يزرسن تكتب يزمسن لا تكتب يزر يكتب يزمس La yektubu. Yazarız. Nektubu. Yazmayız. La nektubu. Yazarsınız. Tektubun. Yazmazsınız. La tektubun. Yazarlar. Yektubun. Yazmazlar. La yektubun. Hakeda. Nestemir. Nam yücedi hünake cümel. Mesela insanlar doğar, büyür ve ölürler. Yani aslan yüce dönerke doğarlar yani lahika. Lakin istemelna huna vahide. Vahid merra. Merra vahide. Hada yekfi. İnsanlar doğar. Ennas yuledun. Büyür. Ve yekburun. Ve ölürler. Ve yemutun. Ara sıra ailece kahve içeriz. Ara sıra minhin ila ahar. Kahve içeriz. Neşrabu kahve ailece. Ma'al aile. Ma'a aile. Hakeza. Neşrabu kahve ma'a aile. Hin ila ahar. Akrabalarınızı ziyaret eder misiniz? Hel tezurun akribaikum. Akribaikum. Nadiren sinemaya giderim. Ezhebu ila sinema nadiren. Her akşam kitap okur musun? Hel takrav kitaben kulle mesa. Ramazanda oruç tutarız. Nasumu oruç tutarız. Fi Ramazan. Onlar birbirleriyle hiç konuşmazlar. Hum la yetekellemune ma'a ba'dihima ebeden. Hiç, ebeden. Biz Türkler çay içmeyi çok severiz. Nahnul etrak nuhibbu kesiran şurbeş şay. Naam, en neşrabeş şay. Hakeza. Bayramlarda ne yaparsın? Mâdâ tef'alu fil a'yâd? Her gün insanlarla selamlaşırım. Etebadelu selam ma'an nas kulle yevm. Naam. Ben bilardo oynamayı çok severim. Ene uhibbu kesiran en el'abe bilardo. Naam. Ben bilardo oynamayı çok severim. Hayvanlar bizden daha çabuk hissederler. الحيوانات الحيوانات تشعرون أسرع منا نعم هر gün spor yapmayız لا نمارس الرياضة كل يوم onlar daima insanlara yardım ederler هم يساعدون الناس daimen ev ilen nas daimen sık sık tiyatroya giderim ezhebu ilel mesrahiye kesiran bazen masa tenisi oynarım el'abu kuretet tavile ahyanen bazen bol bol meyve yeriz ne'kulu
كثيراً وفيراً الفاكهة نأكل الفاكهة كثيراً وفيراً أو hiçbir zaman küfür etmezsiniz. لا تسبون küfür etmezsiniz. Ebeden hiçbir zaman. Sabahları koşarız. نركض كل صباح yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkarız. قبل وبعد الطعام نغسل أيدينا. Çoğu zaman okula yürürüm. كثيرا ما أمشي إلى المدرسة. O hayvanları çok sever. هو يحب الحيوانات كثيرا. هو يحب كثيرا الحيوانات. نعم نستمر. نعم يوجد هناك الملاحظات. Geniş zaman geçmiş zamanı hikaye etmek için kullanılabilir. الزمن الواسع يمكن أن يستعمل لتحكية الماضي. Fatih İstanbul'u fetheder ve şehre huzur gelir. Fatih يفتح İstanbul ويأتي السعادة إلى المدينة. إلى المدينة. Yani هنا استعملنا زمن الواسع في مقام الماضي. نعم. Geniş zaman bazen şimdiki zaman yerinde kullanılabilir. Yumkin en yustamel zamanul vasi' fi maqami el hal. Lakin hada yetehakkak qalilan cidden. Mesela kim konuşuyor? Men ne tekellem? Yucibul ahar. Bilmem. La a'rifu. Huve yekul yustamelna hunake bi zamanil واسع في مقامل حال. نعم. Geniş zaman yumuşak emir ifadesi için kullanılabilir. يمكن أن يستعمل الزمن الواسع لإفادة الأمر اللين. نعم. يعني يمكن أن تستعمل أيضا هذا في العمل أو في البيت أو في مكان آخر. هذا للأمر اللين. مثلا öğrencileri salona alırsınız. مثلا المدير تقول إلى الأساتذة öğrencileri salona alırsınız. تأخذون الطلاب إلى الصالون. يعني خذوا معناها هذا خذوا الطلاب إلى الصالون. نعم. يقول الشخص لآخر parayı yarın getirirsin. Yani teci'u bin nukut gadan. Ma'nahu ci' bin nukut gadan. Lakin hadal amr layyin. Nah. Geniş zaman soru ekleriyle rica, dilek ve öneri için kullanılabilir. Yumkin en yusta'amele ezzemenul vasir bi لا لواحق السؤال للرجاء والأمنية والاقتراح. نعم. Pencereyi kapatır mısın? هل يمكن أن تغلق تغلق النافذة؟ نعم. يوجد هناك رجاء. Bir günde bize gelmez misiniz? ألا تأتون يَمَمَّا أَيْضًا إِلَيْنَا. يوجد هناك دلك أمنية تمني طلب. نعم. يعني استعملنا هناك هذه الصيغة لكن نحن أردنا أصلا ماذا؟ دلك أمنية. تاتيلدي köye gider miyiz؟ هل نذهب إلى الريف في العطلة؟ يعني معناها فلنذهب إلى الريف في العطلة. نعم هو يقترح
لآخر. نعم لشخص آخر. نستمر. Geniş zaman soru ekiyle kuvvetli olumsuzluk anlamı için kullanılabilir. Yumkin en yüstamele hâdihi sıgâ, yani sıgâti zemenil vâsi ma'a lâhikati sual, ma'a lâhikati sual, kuvvetli olumsuzluk anlamı. Limanen nefil kavî, yani yüstamel limanen nefî lakin el kavî. Keyif, mesela sana yalan söyler miyim? Hel ektibu aleyke? Yani manahu la ektib, söylemem. Lakin levekul, sana yalan söylemem, la yekunu misle hadihil ifade, sana yalan söyler miyim? Akva, yani söylemem. Bir daha oraya gider miyim? Hel ezhebu hunake marra uhra? Taban manahu la ezheb, gitmem. Bir daha oraya gider miyim? Gitmem. Geniş zaman gelecek zaman yerinde kullanılabilir. Zamanul vasi' yusta'mal fi makamil mustakbel. Mesela يتكلم الشخصان يتكلمان bugün gelecek misin, هل ستأتي اليوم, يجيب الآخر hayır لا yarın gelirim. نعم آتي أجيء غدا, آتي أو أجيء غدا. انتبهوا كثيرا ما نرى في هذا المقام النية. نعم يعني النية في المستقبل, linniye fil müstakbel yüste'mel geniş zaman, yani ezzemenul vasih. Nam yücid hunake mülahaza tavile. Aslen ene seakra lakin seyşrah bir şekli ahar. Geniş zamanın üçüncü teknik olumlu ve olumsuz kalıplarının ard arda kullanılmasıyla zarf elde ederiz. Nam نحن سنستعمل الشخص نعم الشخص الثالث في المفرد في المثبت وفي النفي متتاليا مثل ما كان هنا gelir gelmez, لكن انتبهوا هذا مثبت وهذا نفي. نحن نحصل على ظرف. نعم bu durum, hadel hal, tekrarlanan fiille cümlenin asıl fiilinin ard arda gerçekleştiğini ifade eder. Nam. İza istamelna tekraran, mesela mislema kana huna el ef'al, izan hadel fi'l, hadel fi'l, ma'nahu hada, yetehakkak بعد هذا الفعل مباشرة. معناه هذا أصلا مقابل هذا في العربي ما إن حتى. نعم اتركوا هذه الملاحظة أصلا. انتبهوا المعنى. Eve gelir gelmez odama gittim. نعم ما إن أتيت إلى البيت, إلى البيت حتى ذهبت إلى غرفتي, حتى ذهبت إلى غرفتي. ما إن أتيت إلى البيت حتى ذهبت إلى غرفتي. نعم eve gelir gelmez odasına gitti. ما إن ذهب إلى البيت. لماذا أقول ذهب؟ لأن هذا الفعل gitti. ما إن ذهب إلى البيت, لا ما إن أتى إلى البيت ذهب إلى غرفته. نعم انتبهوا هذا. إذن هذا القسم لا يتغير. إذن من أين نعرف الفاعل؟ من فعل أصلي. نعم نحن نفهم الفاعل من هذا الفعل, يعني من فعل أصلي. نعم لا يتغير هنا أي شيء,
Lakin huna yetegayyar intebihu. Sofraya oturur oturmaz besmele çeker. Naam. Naam. Huna yujet ezzemenul vasi. Ma in yeclisu alel maide hatta yekra'ul besmele. Hatta yekra'ul besmele. Sofraya oturur oturmaz besmele çekerler. İntebihu. Ma in yeclisun alel maide yekra'unel hatta yekra'unel yekra'ul besmele. Naam. İzen nahnu fehimna min huna huna la yeteğayyar lakin nahnu nefhamul fa'ile min fi'l asli huna min huna. Naam. İntehâ dersuna huna. لو أعجبكم هذا الدرس يمكن أن تدعموني باشتراككم في قناتي أشكركم على صبركم على أمل أن نلتقي في درس آخر السلام عليكم